حلنجي لقاء قمة جديد حلنجي وأبو اللمين، كيف التقيت الظرف اللي التقيت فيه؟ أنت تكلمت كلام مهم عن العلاقة ما بين الفنان والشاعر، إنها ممكن تسهم في إخراج عمل متميز. يعني أنت لو لاحظت العلاقة بين عملت كده عرض لكثير من الفنانين بيناتهم علاقات ثنائيات، إحساسهم أقرب لبعض من شاعر مثلا تلاقيه لأول مرة يعني. فأنا كنت بلاقي محمد الأمين في بيت الله يرحمه ويغفر له الأخ خليل إسماعيل، كنا هنا كان في تجمع جميل كده، كان الله يرحمه خليل إسماعيل وعركي وأحمد الأمين وصالح الطي، كنا بنجي نقعد نتونس مع بعض كده. وفترة بتاعت أماسي الفترة دي يعني كان بالذات يعني كانت بالنسبة لي فترة جميلة جدا جدا، لأنه أجمل الغنى اللي كتبته في الفترة دي. أول أغنية أنا عملتها لمحمد الأمين كانت بتتعلم من الأيام، وكانت ذكر أيام مسافر ماشي يعمل عملية في لندن أفتكر يا محمد مش كده؟ فدي الأغنية اللي كتبتها له في الأول يعني. وفعلا محمد جو، وأنا فعلا شعرت إنه هو أكسب الأغنية، اللحن اللي أداه فرصة إنها تستمر لغاية اللحظة دي هي كأنها اتولدت أمس يعني. لكن أنا أذكر كان في حفل في اتحاد الفنانين حضر الرئيس أزهري، محمد ده غنى ما ممكن تسافر، وطوالي الرئيس أمر أنه محمد يسافر ترى على حساب القصر للعلاج. كانت أغنية ما ممكن تسافر. نحن كنا محتفلين بأكتوبر، كنا لكن أنت غنيت ما ممكن تسافر بأكتوبر، وكان عندنا مشاكل مع الإذاعة في الوقت ذاك. أيوة. وعلاقتنا كانت مع التلفزيون كويسة، وكان أيام أستاذ معلم شمو كان مدير التلفزيون، فالذكر جاب كمية بتاع التلفزيونات كثيرة جدا في الاتحاد للحفلة. فأنا ما عارف، لكن أنا وخيال لي الحفل أنا غنيت فيه أناشيد وطنية. لا غنيت فيه ما اختلفنا يا محمد. لا غنى ما ممكن تسافر. أنا ما ممكن تسافر هنا مش كده، لكن لما هو غنى ما ممكن تسافر كان أصلا ما لحن تتعلم من الأيام. أيوة. ولحن وسافر بها. أقصد سافر بالكلام. طيب يعني على ذكر الفترة بتاعت أكتوبر، أنا في اعتقادي إنه فترة أكتوبر بالنسبة للأستاذ محمد الأمين والأستاذ محمد وردي هي برضو كانت فترة بتاعت تغيير كبير في مسارهم الفني، دخلت مفردة جديدة على مستوى الشعر والكلمة واللحن، ظهرت أغنيات نقلة كبيرة. نعم دي نقلة من الحلنجي وبدأ معاي كيف ولا غنينا كيف لأكتوبر. أنا ما عارف الكلام ده ما بعد أكتوبر أنت سافرت يا محمد. أيوة. لا كيف بعد أكتوبر؟ بعد أكتوبر أيام أزهري سافر. طيب أيام أزهري مع أكتوبر أكتوبر ما جابت أزهري. نعم جابة تسهر ولا سر الختم الخليفة؟ لا جابة تسهر يعني بعد الانتخابات هو كان رئيس الجمهورية. أنا سافرت إنجلترا سنة 66. طيب وأكتوبر 64. وأكتوبر كان 64. يعني أنا سافرت بعد سنتين من أكتوبر. وفعلا أخذت معاي بتتعلم من الأيام للندن كنص. أيوة كنص. وبدأ لحنها في لندن سنة 68 ويكتمل لما جيت راجع. طيب إذا إحنا خلي أستاذ حلنجي يواصل في حكايته ولقائه مع محمد الأمين وما نتج عنه من أعمال في تلك المرحلة قبل ما ندخل في أكتوبر من جديد، وإن كان أكتوبر جاء أصلا يعني هو كان أكتوبر موجود. نعم. يعني نعم. صراحة وطبعا زي ما كلمتك كانت الأماسي بيناتنا دائما مستمرة، وكنا بنعيش حياة صعبة شوية يعني، بالذات بالنسبة لي أنا وصالح وخليل. محمد كان مرات بيسافر الجزيرة كده ياخد فترات ويجعل كنا برنانا كده يعني. وبعدين أنا كنت صراحة علاقتي بصالح الضي كانت علاقة في منتهى العلو يعني، يعني كنت بحس إن يوم ما أشوفه صالح ممكن يكون ما محسوب من عمري يعني. فالعلاقة دي عملت بيننا تمازج حسي راغي جدا جدا، كتبت فيه والأغنية اللي بقت سبب بمعرفتي وردي اللي هي إيش معايا الحب. وبعدين محمد الأمين كان دائما وابدا معانا في ما كنا بنفترق، وكنا لسه يعني انا ما عايز اقول منسيين، لكن كانوا محمد صالح خليل عركي نجوم كده بتدي اشاره بالاضاءه في المستقبل الحلو يعني. نعم. اجمل اعمال الفتره دي كانت شنو اللي طلعت بينك وبين محمد الامين؟ في حلنجي في اغنيتين انا اخذتها معي بتعلم من الايام، وزي ما قلت لحنت بديت اشتغل فيها في لندن ده 66، وجيت كملت الكوبل الاخير والمقدمات الموسيقيه والكلام ده بعد ما رجعت هنا. لكن وانا بعد ما رجعت ظهرت غربه وشوق. لا غربه وشوق بعد شال النوار. لا 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 ظهرت شنو؟ غربه وشوق جيناكم يا حبايبنا. ايوه
ايوه صح. جيناكم يا حبايبنا. انت كان ذكرت لي اسئله. جيناكم يا حبايبنا. نعم. لها قصه انا ما عارف يعني يمكن عامل الزمن. انا جيت من انجلترا في اخوه من ضمنهم المرحوم سيد حامد الامين بما فيهم برضو المرحوم عثمان الشفيع وعدد من الاصدقاء، فكانوا عاملين زي احتفاليه بتاعت استقبال لي، وقام عركي غنى للحلنجي. يعني عرفت انا في الاخر انه كتبوا الحلنجي، وبذكر الكلام لحد هسه. الكلام كان بيقول: بقدومك ضوى دارنا صباح ما جيت، جيتنا بصدق العواطف والفرح باين عليك، عافيتك كم اسعدتنا، والشهور اللي بعدتنا اهدتنا اعياد يوم ما جيت. بعدين حسيت انه الكلام ده مقصود به انا يعني. اي وبعدين كنا في اثناء الجلسه كل شويه بقول لعركي: اسمع يا اخي الحكايه غنيتك بلدك بالله تاني يقوم يغنيها تاني، اتونس عثمان شفيع يغني شويه وكذا ونتونس، اقوم اقول اسمع حركي عليك الله تاني يا اخي بلال. فتكررت المساله. المهم انه انا في اخر الجلسه حسيت انه انا مطالب بانه انا ارد على الكلام ده، وعملتها مسكت العود وعملت محاوله فيها بدايات لجيناكم يا حبايب. وانتهت الجلسه على كده. واذكر انه انا جيت بالليل كتبت المحاوله دي، ما قدر اتذكر باقي الكلام، لكن جيناكم يا حبايب دي كانت فيها. وجا الحلنجي ثاني يوم عشان يسلم علي، لقى الموضوع ده فبقت اغنيه. طب ما بقت أغنية كاملة. شاطر. لا ولا وردي ولا يا بقت أغنية كاملة. فأنا أفتكر أنه بعد بتتعلم وبعد غربة وشوك. بعد جيناكم يا حبايب. بعد جيناكم يا حبايب. نعم دي بعد النور، بعد جيناكم يا حبايبنا، وبعد غربة وشوك. يعني بتتعلم أنا أخذتها معاي. وبعدين جات غربة وشوك. غربة وشوك الثالثة كانت. بعد ذاك. لكن هل تذكر جيناكم يا حبايبنا دي الفتره اللي اتكتبت فيها يا محمد بالضبط كده؟ الاقصد اتلحنت وتغنت. انا ما اعرف، لكن انا اللي بذكره انه انا لحنتها بعد ما جيت من انجلترا. وكانت لل نعم لابو عركي. ما ابو عركي كلفناه انا اعمل الكلام ده عشان ترحيب لمحمد الامين. ايوه. فجاء محمد الامين برضه دخلنانا في النعم الاغنيه دي ترحيب لابو عركي. فبقيت في الحالتين انا الفنان. يعني انت بقيت في الحل والترحال. يبدو انه الفتره دي هي اثارت شجون الفنان محمد الامين. واذا دلينا ب لشوفة الغالي
غربتنا ما هنتنا ما هنتنا يا حلوين يا هناك الهم بدل واحد يبيهم البهجة بالكلمات محال يتجان سماع أهلا من الأحباب شروب آمال بالكلمات محال يتقال محال حلاوة العودة غنيناها في موال في موال يحكي عن اللول وأصل اللول كتاب بعدي يربط وشوف
شيوخ نغالب السلام عليك يا ابو الليل. احنا سعيدين برضه يعني دي ذكريات انتوا رجعتونا ليه. يعني انا بغني في غربه وشو بغنيها كتير وفي الحفلات وكده، لكن انا بغني فيها هسه وبتذكر وانه انا جاي سنه 66 من لندن وكيف تلاقينا يعني رجعتونا. ذكر يا محمد ذكرتونا بالذي مضى. ذكر يا محمد الورشه بتاعتنا في شارع الأربعين. يا سلام عليك يا ديك حقيقه ايام يعني ما الأكتوبريات والملحمة يعني كل الأشياء دي سبكت في الحتة ديك مع أهل القمة. الفنان محمد وردي، الفنان محمد الأمين، والشاعر إسحاق الحلنجي. وردي برضو أنت يمكن إسماعيل الحسن وإسحاق الحلنجي معانا في هذه الجلسة الطيبة. ديل شعرة زي خرجوا بالمفردة من شكلها المحتاد لشكل آخر، ومن المؤكد أنه يحدث نوع من التنافر ما بين تيارات قديمة كانت يعني تحكي شعر هو جميل ما في شك، لكن دائما الحداثة يعني بتتعرض لبعض الإشكالات. نعم. فجهتك صعوبة زي دي وأنت بدأت خلاص يعني انتهينا من مرحلة متولعيد وإسماعيل حسن وأنت الآن في المسار لمشروع محمد وردي الفنان الكبير اللي حيكون عنده بصمة على الأغنية السودانية ويؤثر في وجدان كل الشعب السوداني. أول أغنية أعتقد عملت ضجة وجدل بين الحداثة والقدم من ناحية شعر كانت أغنية بعد إيه، لأنه أول يعني دائما الأغنية السودانية والقديمة بالذات يعني بتمجد المرأة في كل صورها، يعني زي مش تمجيده بس يعني المرأة هي الجميلة وهي كده يعني، لكن إسماعيل حسن خط مفردات في الخصام مع المرأة، أعلن ثورة على إذلال المرأة والإنحناء يعني المستمر اللي يعني. زي ناس روح الغدر بين بس وما بيبكوا عليه. وأنا أستاهل وضعتك أنا أستاهل وضعتك في مكان ما مكان يعني حقيقة يعني قوم عليه يعني شعراء حقيبة طبعا حقيبة ناس متبرد الشيخ ود الرضي عشاق الانحناء لعيون المرأة يعني والعبادي سبوه شاعر ضيعوك وروا أنه لو ما صوت وردي ده أيوه شعرك ده ما مفروض يوصل ولكن نحن مضطرين نسمعه عشان كده. أعتقد أن الأغنية دي عملت ضجة كبيرة من ناحية مضمون شعري وحتى اللحن ما كان يعني في ساهل بالنسبة لفنان مبتدئ. أذكر الأغنية اللي كانت سنة 61 أضواء المدينة جات سنة 62 هنا معهم عبد الحليم ونجاة وصباح وفنانين أضواء المدينة كان معهم المرحوم جلال معوض. فعبد الحليم وقف في المسرح قال حغني لكم أغنية جديدة أغنية بعد إيه، الجمهور القاعد كله قال له ضيعوه ودروه هذا الرجل احتار قال بيقول ايه ايه وكل ما يقول كده يقول ضيعوك يعني قديمه يعني. فالأغنية دي اخذت يعني
بعد ايه؟ وبعد ايه في اثنين يعني، بعد ايه لعبد الحليم وبعد ايه بتاعتك، بعد ايه ابكي عليه يعني مشتاق ليه انا، بعد ايه بتاعت وردي ضيعته ليه؟ بتاعت وردي ضيعته الحقيقه. لا والله ما ضيعته اكيد صراحه يعني. اكيد انا ده كنت اسال وردي الى اي مدى انت كنت مؤمن بانه المساله دي هي هتمشي في اتجاه صحيح، هيكون لها وقع في نفوس المتلقي وهتمشي في اصرارنا لانها نجحت وبقت في كل يعني اي زول كان، رغم انه رغم القساوه اللي فيها في الزمن ذاك هسه افتكر عادي. ليس اسماعيل بالمناسبة هو الخط بتاع التمرد ده يعني. لا. ما في شاعر قبله اعلن تمرد بالقسوه دي يعني. وبعد بعديه وقف من بعديه جاء قال غلطه كانت غرامي ليش. واضاف عليها يا ما بكره تندم انا حالك بشوفه. طيب ما نسمع شويه من بعديه يا بكره تندم بتاعته هو والدي اسماعيل حسن بتاع اسماعيل برضه الناشر حبيله بتاع اسماعيل. وكانت في ظروف مؤكد يعني خلت اسماعيل لا هو كان كبير يا اسماعيل بخلوه يعمل كده يعني. عز الناس حبايبك مهنا زدنا قليل حنان يا عز الناس حبايبك مهنا زدنا قليل حنان العمر زادت غلا العمر زادت غرامته ما صالح للزمان يا أحن الناس يا أحن الناس حنان أنا كنت من قبلك بشيل الليل دموع وطوي وهم أنا كنت بخشى على الأمان الطفلة يثني العدم بين ضلوع الشموع
قبلك الأيام قضيت سراب يسلمني السراب آه بيت طويل من عمري صفحة ماضي مكتوب بالعذاب يا أعز الناس العمر زادت غلاوته معاك العمر زادت غلاوته معاك صالحني زمان يا أحن الناس يا أحن الناس حنان. يا سلام عليك يا وردي وأنت عزيز وغالي. نحن نتوقف في هذه المحطة المهمة على أمل أن نواصل هذا اللقاء مع أهل القمة في لقاء جديد حتى نستطيع أن نسبر أغوار القمم. معنا في هذا اللقاء الأستاذ الفنان الموسيقار محمد وردي والأستاذ الفنان الموسيقار محمد الأمين.